واحد لو سوان ماجيك اللي كلشي كيتكلم عليه. هاد لو سوان هذا كيليق للشعر المتقصف، الشعر المتضرر. بزاف منا كيعانيو من هاد المشكل هذا اللي هو الشعر كيتقصف وكيطيح، وبزاف ديال المشاكل كنعانيو منه. الوغ هاد لو سوان هذا كيليق اول حاجه الناس اللي كيعانيو، الناس اللي كيديروا لاماش وكيتقرض لهم الشعر، الشعر كيولي إلاستيك. دونك الناس اللي كيديروا لاماش ملي كيديروا شعرهم في الماء، يعني ملي كيجيو يغسلوا شعرهم كيبدا كيولي إلاستيك. دونك هنا هاد لو سوان هذا فاش يلاه كنغسلوا بلو شامبو الزغبه كترجع في البلاصه ديالها، دونك الزغبه كترجع صحيحه. دونك الناس اللي كيعانيوا من هاد المشاكل هادو كيليق لهم هاد لو سوان هذا. ميم الناس اللي عندهم نشوفيه ديال الشعر، الشعر اللي كيكون اوندوماجي ناشف زعما، والناس اللي كتهرب من لاكيراتين. دونك هاد لو سوان هذا ما فيهش لاكيراتين، ما فيهش لي برودوي شيميك، ما فيهش لو فورمول. دونك كيليق للناس النساء الحوامل، كيليق حتى الدراري الصغار. دونك سي ان سوان ريبير ماشي بلا بلاك غير بالكاسكا فابور. دونك هاد لو سوان اباز لا باز ديالو بلي فروي، لا باز ديالو ديال القمح، فيه لا كيراتين ناتوريل، ما فيهش الفورمول، ودايور ما كيتخدمش كيف قلنا بلا بلاك. لو سوان كنغسلو الشعر هو الاول، كنشفو شويه بالفوطه. دونك ملي كينشف كيكون مويي، كنجيبو لا كليونت البوست دو ترافاي كتجلس، كنديرو ليها لو كونديسيونير لا بروميير ايتاب، كنخدمو ميش بار ميش ميش بار ميش ميش بار ميش حتى كنكملو الشعر كامل. كنخليو واحد 10 مينوت ابري كنعاود نحلو الشعر، كناخدو لو ماسك روبير اللي هو مغذي اللي كيعطينا داك ليفي لي سوا نتوما غادي كيف غادي تشوفوا معانا. وكنديرو حتى هو ايتاب بار ايتاب وكيتخدم، ماشي كنجيبو البرودوي وكنحطو وصافي سالينا، نو خاصو يتخدم باش كتغدى ديك الزغبه بهذاك لو برودوي. دونك ملي كنخدمو هذاك لو ماسك كنديرو في الكاسكا فابور. كاينه لا كليونت اللي كتقول لك انا ما بغيتش ندير كاسكا فابور، بغيت نمشي بيه باغ اكزومبل الحمام، سي تري تري بيان، ما عنده حتى شي ضرر، كيبقى حتى ساعه في الشهر ما عنده حتى شي ضرر حيت طبيعي. هاد لو سوان هذا طبيعي، ما فيهش مواد اللي كتضر بالشعر ولا حتى شي حاجه. ابري كيتشلل الشعر، كنشفوه، كنديروا لو سبراي، والنتيجه كتبان سور بلاص وهانتوما غادي تشوف. كيف سبق لي وقلت لكم بلي هاد لو سوان هذا راه مغذي، ماشي ان سوان لي سون كيف هضرت عليه، ماشي كيراتين. هذا كنقدروا نديروه باغ اكزومبل لا بروميير سيونس، كنديرو ابري 10 جوغ لا دوزيام سيونس، اي ابري 20 جوغ كنديرو لا ثروازيام سيونس. دونك لا كليونت كدوز هاد لي سيونس هادو اللي هما ان موا، كتسالي، كتقدر تريح شعرها، كتعاون بلي سوان في الدار، تتعاون بان بون شامبوان ان تري بون ماسك للشعر ديالها، كتعاوننا في الدار حيت لو سوان بوحدو ما كافيش، حيت ماشي ان سوان ليسون، هذا سوان مغذي. بزاف الناس غيبغيو يسولوا هاد لو سوان هذا مغذي، الناس اللي كتبغي تغذي شعرها، الناس اللي كتبغي تهلا في شعرها. دونك كنقدروا نعاودوه حتى نديرو الشهر الاول دو موا، نقدر نعاودو عاوتاني، كنتهلا في شعري، كيعطي لا بغيونس، يعني كنحس براسي انا فخاش. انا شخصيا بيرسونيلمون ملي كنديرو كنحس براسي فخاش، باسكو ميم لو بروشين كيعطي واحد لا بغيونس زعما غزاله بزاف اللي ما تقدروش تصوروها، لانه بصح هو ان سوان ماجيك، والريزولتا فينال كتبان دي لا بروميير سيونس، من نهار لا سيونس الاولى كتبان الريزولتا. وغنزيد ناكد هذا راه ماشي سوان ليسون، ماشي كيراتين، ماشي بروتين، ماشي بوتوكس، يقدروا يستعملوه الحوامل والاطفال. هذا ستان سوان روبير مغذي، كيغذي لينا الزغبه، كيرجع فيها هذيك الحيويه ديالها الطبيعيه.
ما كنعطيوش الحراره نهائيا، كنستعملوا جوست لو كاسكا فابور وصافي. ولا كليون تقدر تاخد حتى لو بيتي كيت ديالها وتقدر ديه معاها وتصيبو في الدار، با دو بروبليم. بغيت نوضح لهاد القضيه هذه انه كيتستعمل جميع انواع الشعر. كنقدروا نستعملوا على الشعر الطبيعي، نقدروا نستعملوا على الشعر الكولوري حتى هو، وبالاخص الناس اللي كيخافوا النساء. حنا كلنا كنبغيو شعرنا طويل، وكنبغيو يعني نصف الجمال المراه في الشعر ديالها. حتى شي مراه ما كتبغي تقطع شعرها، هاد لو سوان هذا الا كنتي غتقطعي 5 سنتيم غتقطعي غير 1 سنتيم، باسكو كيليق لي شوفو الاستيك، كيساعدك انك ما غتقطعيش هذاك الشعر كامل. هذاك الشيء اللي كيكون الاستيك كامل ما غاديش تقطعي، غتقطعي جوست 1 سنتيمتر، وغادي ترجع الشعر ديالك غير رجع للحيويه ديالو، واحد لابريونس. ويعني هذا لو سوان هذا كيحل مشاكل اي امراه اللي كتبغي تعتني بالجمال والشعر الشعر ديالها.